يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال ومن يعصهما فقد غوى، قال له بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، يقول هل يؤخذ من هذا الحديث أن من أخطأ علانية يحذر منه علانية؟ يبين له، يبين له إذا كان أنه ما تعمد يبين له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس، فإذا أخطأ الخطيب يبين له فيما بينه وبين الناصح، ولا يكون هذا علاني أمام الناس، لأنه قد يحدث شيئا من سوء التفاهم. نعم.